أولا نحن نشتغل في تنسيق حكومي، وهذه الإجراءات اللي خذتها الدولة لأجل خلق مناصب الشغل. وانت ما تنساش بلي الحكومة مؤخرا خذت بتعليمات سيد وزير الأول قرارات تاريخية، خاصة بتثمين وتثبيت المناصب الشغل للشباب، الشباب الذين كان لهم يعني مناصب يعني غير قارة غير دائمة. هذا مكسب أكثر من 460 ألف منصب شغل رغم الضائقة المالية. هذا إجراء تاريخي خذته الحكومة لأجل تنصيب هذه المناصب لصالح شبابنا. ثانيا هذه يعني الديسبوزيتيف هذو إجراءات تاع لونساج والكناك إلونجام هذو بالنسبة لنا في الفلاحة هذو يعني مكاسب نشتغل بتنسيق مع الوزراء المعنيين لأجل تفعيلها في الميدان وجعلها لصالح الفلاحين، وأخص بالذكر المرأة الفلاحة والمرأة الريفية والشاب الذي يحمل مهارات ويحمل تكوين. وسوف نفعل هذه الإجراءات خاصة على استحداث مزارع للشباب، مزارع التي تكون يعني لصالح الشباب، وتكون بعض الإجراءات المهيكلة ولا بعض المشاريع المهيكلة كالكهرباء والمسالك وحفر الأبار تكون الدولة تقوم بها في إيجار يعني تعاونيات للشباب اللي نعطولهم الفرصة يستغلوا ويثمنوا هذه المزارع هذه في إطار يعني إنتاج وفي إطار منظم، خاصة في المناطق يعني تاع الهضاب العليا، مناطق تاع الجنوب. ومؤخرا كانت الحكومة خذت إجراءات لأجل تفعيل هذه طاقاتنا، طاقاتنا الإنتاجية على مستوى الهضاب العليا وعلى مستوى الجنوب، خاصة شعبة الحبوب اللي تعتبر شعبة استراتيجية، واللي السنة بودي باش نوه بالمجهودات نتاع المزارعين والتدعيم والتأطير اللي قامت به الدولة. السنة بهذه الجهود أول مرة حققنا اكتفاء ذاتي في القمح الصلب لو بليدور وفي شعيرنا في شعير تاعنا، وهذا المكسب هذا قابل للتوسيع وقابل للتثمين وقابل للتكثيف، وهذا ما عملنا عليه في الحكومة لأجل تعزيز هذه الإجراءات وتفعيلها وإعطاء حوافز أكثر للفلاحين، خاصة السعر تاع القنطار المنتوج، واستحداث يعني آليات جديدة لدعم هذا المسعى وخاصة لصالح الشباب، واستغلال جميع الطاقات الإبداعية في البحث العلمي. وهذا ما خلانا باش جرينا يعني اتفاقية إطار مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تفعيل قدرات يعني التكوين المهني مع قطاع التكوين المهني والتعليم المهنيين، وتفعيل قدرات التأطير مع المجالس المهنية والغرفة الوطنية للفلاحة. هذا كل شيء يخلينا باش نكونوا في أريحية في استغلال أمثل طاقاتنا الإنتاجية وتفعيل الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية التي كما تعرفون تزخر بها المناطق تاع الهضاب العليا وتاع الجنوب. وشكرا، السلام عليكم.